مرحبا بحضراتكم في اخر فقراتنا الحواريه في هذا الصباح. الحقيقه ان محدش يقدر ينكر دور العمل الاهلي، دوره الكبير جدا في ملفات التنميه وتطوير الخدمه اللي بتقدم للمواطن، والحقيقه ان هو ساعد الدوله في العديد من القضايا المختلفه والملفات المختلفه. عايزه اقول لكم ان احنا النهارده عايزين نتكلم اكتر على اطلاق وزاره التضامن الاجتماعي لاستراتيجيه وطنيه للتطوع، بتستعرض فيها رؤيتها في تطوير اول قاعده بيانات موحدة عن التطوع في مصر. عايزين نتكلم بشكل مفصل أكتر عن أهمية تلك الاستراتيجية مع ضيفي اللي منورني في الاستوديو دكتور وليد عتلم، هو الكاتب والباحث السياسي. صباح الخير على حضرتك. صباح الخير. اسمح لي أتكلم الأول على أهمية هذه الاستراتيجية، ويعني علاقتها الكبيرة طبعا بتطوير العمل الأهلي هنا في مصر. الحقيقة إنه الاستراتيجية جاءت بعد أن عانى قطاع التطوع في مصر من إهمال ونسيان كبير، رغم إن إحنا كدولة بنمتلك تجربة مهمة جدا في العمل التطوعي والعمل الأهلي، وتجربة هي الأقدم على مستوى المنطقة، بتعود إلى القرن التاسع عشر تحديدا 1821، أول جمعية خيرية أهلية في مصر، الجمعية اليونانية بالإسكندرية. وبالتالي احنا نمتلك تاريخ طويل وممتد جدا فيما يتعلق بالعمل الاهلي والعمل التطوعي. عندنا جذور عميقه يعني في العمل بالزبط الاهلي. بالظبط. العالم كله انتبه الى قيمه التطوع واهميه التطوع. التطوع بيدعم القيم الايجابيه على مستوى الفرد، ومن ثم على مستوى المجتمع ككل. وايضا له قيمه اقتصاديه مهمه ويدعم الاقتصاد بقوه. الدليل ده ايه؟ انه نجد انه التطوع يقدر في الولايات المتحدة على سبيل المثال باقتصاد دولة كاملة كاليونان او البرتغال. دراسات اجريت على 24 دولة وجدوا انه التطوع بيقوم بما يوازي 11 مليون وظيفة، بتحقق وفرات اقتصادية كبيرة. وبالتالي هنجد انه اهتمام الدول المتقدمة بقيمة واهمية التطوع بينعكس في نسبة المتطوعين الى عدد السكان على مستوى الدولة. هنجد مثلا الولايات المتحدة نسبة المتطوعين إلى إجمالي عدد السكان 25%، دولة زي فرنسا 26%، ألمانيا 36%، بريطانيا 44%، السويد 49%. وبالتالي إحنا يعني تأخرنا، لكن ليس طويلا الجمهورية الجديدة انتبهت إلى أهمية التطوع ودوره في دعم عملية التنمية من خلال المجتمع الأهلي، لأنه التطوع والمتطوعين هم الركيزة الأساسية للمجتمع المدني والمجتمع الأهلي. طيب أنا لفت نظري في حضرتك قلت إن احنا لينا جذور عميقة جدا، سبقنا العديد من الدول في ملف العمل الأهلي، ولكن زي ما حضرتك قلت إن هم سبقونا بعد كده. إيه المعوقات اللي خلت ده يحصل؟ المعوقات إيه المشاكل اللي كانت بتحصل؟ المعوقات إنه يعني ما نقدرش ناخد قضية التطوع بمعزل عن قضية المجتمع الأهلي والمدني بشكل عام. الدولة المصرية خاضت تجربة تحول جذرية وعميقة فيما يخص المجتمع الأهلي والمدني في مصر. المجتمع كان يعاني من تشتت الموارد، كان يعني كنا نستفيد من سلبياته أكثر من إيجابياته. كان يعاني من غياب نقطة مهمة جدا، غياب قواعد البيانات، وده جزء مهم جدا، لا توجد قواعد بيانات للتطوع والمتطوعين في مصر. يعني تقديرات تقول ان عدد المتطوعين في مصر 3 مليون متطوع، تقديرات اخرى تقول اقل، تقديرات اخرى تقول اكثر. ارقام متفاوته جدا. وده يعني بيجعل هناك عدم استفاده او عدم مقدره من الاستفاده الكامله من طاقات وموارد هذا القطاع. احدث يعني او اخر تقرير لبرنامج الامم المتحده للمتطوعين في 2018 بيقول لنا انه نسبه السكان الى المتطوعين، يعني نسبه المتطوعين الى السكان في مصر نسبه متراجعه جدا وضئيله جدا مقارنه بالنسب اللي ذكرناها في الدول المتقدمه، حتى مقارنه بالدول القريبه لنا. لكن الان مع استكمال منظومه الاصلاح والتحول اللي اتخذتها الدوله المصريه، ومع اقرار الاستراتيجيه اللي اقرتها وزاره التضامن الاجتماعي، مسوده الاستراتيجيه الوطنيه للتطوع 2022-2026، واللي من المنتظر اطلاقها بشكل رسمي منتصف مايو المقبل، اعتقد انه هيكون هناك تحول جذري فيما يتعلق بمفاهيم وثقافه التطوع في مصر وعمل المتطوعين في مصر.
طيب خليني ارجع تاني للاستراتيجيه اللي اعلنت عنها وزاره التضامن الاجتماعي، وحابه اعرف تفاصيل اكتر للمشاهدين عن تلك الاستراتيجيه. الاستراتيجيه قامت على دراسات وبرامج مخططه جدا مع الجهات ذات الشراكه، منظمات المجتمع الاهلي والمدني، الوزارات المعنيه بالتطوع زي وزاره الشباب، وزاره التعليم العالي، وزاره التعليم وغيره من الجهات المعنية، وحتى الجهات الدولية، برنامج الأمم المتحدة للمتطوعين، والجهات الإقليمية ذات الشأن في هذا الأمر. الدراسة أو المسودة الأولى للاستراتيجية انتهت إلى توصيات محددة من شأنها أن يتحقق نقلة نوعية كبيرة في عمل المتطوعين وثقافة التطوع على مستوى مصر. من أبرز التوصيات اللي انتهت إليها المسودة أنه تكون هناك لجنة وطنية للتطوع تضم كافة الجهات الحكومية وجهات المجتمع الأهلي والمدني، توحيد قاعدة بيانات موحدة للمتطوعين، وهو أمر عانينا منه طويلا. بنتكلم على رخصة وطنية للمتطوع بمثابة الرقم القومي للمتطوع، بنتكلم على منصة وطنية مصرية للتطوع بيتم إتاحة فيها فرص التطوع، بيتم استعراض فرص التطوع المتاحة، بنتكلم على مزايا إنه يكون هناك تأمين على المتطوعين ضد مخاطر العمل التطوعي، بنتكلم على تنسيق مع وزارات زي التعليم العالي ووزارة التعليم أن يكون هناك ساعات إتاحة من المواد الدراسية مقابل ساعات التطوع، بنتكلم على مفهوم واسع انه اتاحة التطوع لجميع الفئات وجميع الاعمار. بنتكلم كمان على انه يكون هناك بنك للتطوع، ان يكون هناك مزايا تطوعية للمتطوعين مقابل ساعات التطوع وهكذا. حلو قوي، يعني هما بيحاولوا بقدر الامكان يتفادوا كل الاخطاء اللي وقعنا فيها في مصر على مدار السنوات اللي فاتت في تلك الاستراتيجيه. الاستراتيجيه بتتعاطى كمان مع اشكاليه مهمه جدا اشارت اليها الاستراتيجيه الوطنيه لحقوق الانسان، الاستراتيجيه المصريه الوطنيه لحقوق الانسان اللي اطلقت في سبتمبر 2021. بعدها بثلاث شهور ديسمبر 2021 تم الاعلان عن الاستراتيجيه الوطنيه للتطوع. الاستراتيجيه المصريه الوطنيه للتطوع بتتعاطى مع التحدي الثاني من الاستراتيجيه الوطنيه لحقوق الانسان والخاص بتعزيز المشاركه في الشان العام. كلما كان هناك تنظيم لهذا القطاع، كلما كان هناك مساحه اكبر من مساحات المشاركه في الشان العام من خلال عمل تطوعي يساهم ويشارك بشكل مباشر في عمليه التنميه. طيب دكتور وليد، خليني اتكلم مع حضرتك على تبادل الخبرات واهميه تبادل الخبرات ما بين منظمات المجتمع المدني في مصر والمنظمات الدولية، لأنه أكيد ده برضو هيبقى ليه دور كبير في تطوير ملف العمل التطوعي أو الأهلي في مصر. الحقيقة إحنا عندنا منصات مهمة جدا أطلقتها الدولة والجمهورية الجديدة على أهمها ورأسها اللي أنا بشوفه يعني منتدى شباب العالم. منتدى شباب العالم ضم شباب من كافة أنحاء العالم، مختلف منظمات المجتمع المدني والأهلي، كان هناك فرصة واسعة وكبيرة لتبادل وتناقل الخبرات. ثمرت ده أنه تم إعلان عام 2022 عامل للمجتمع المدني كان في منتدى أو أحد منتديات شباب العالم، وكان نتيجة ذلك ثمرت إصلاح المجتمع الأهلي والتنموي في مصر، إطلاق التحالف الوطني للعمل الأهلي والتنموي. احنا شفنا كمان في جلسات الحوار الوطني كان بتبقى في جلسات مخصصة للمجتمع المدني والحديث بشكل مفصل بالزبط. أكثر عن كل لأنه ما يخص الدولة المصرية ما بعد 2014 وفي إطار التحول في برامج وفلسفة الحماية الاجتماعية ارتأت أنه لابد من تكامل الأدوار ما بين القطاع الحكومي، المجتمع الأهلي والمدني والقطاع الخاص. الحقيقة أن كل الدراسات الحديثة تقول أنه دولة قوية تعني مجتمع أهلي ومدني قوي، وبالتالي مع تعقد الحاجات الإنسانية منذ الحقبة الأخيرة في القرن العشرين وتعقد الأدوار الاجتماعية والتغيرات العالمية الملحة وآخرها الوباء ثم تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية، لم يعد بمقدور الدولة بمفردها أن هي تقود أولا عملية التنمية، وأن هي
تجابه لوحدها متطلبات الحماية الاجتماعية المتصاعدة نتيجة الضغوط والتغيرات المختلفة. وبالتالي هنا كان لابد من تكامل الأدوار ما بين القطاع الحكومي والقطاع المدني والأهلي وقطاع القطاع الخاص. وبالتالي الدولة عملت عملية تحول عميق وجذري فيما يخص المجتمع الأهلي والمدني. بدأنا بدستور 2014، ثم رؤية مصر واستراتيجية مصر للتنمية المستدامة 2030، وكيف أن المبدأ الأول منها هو أن الإنسان هو محور التنمية، وأن الإنسان المصري هو من يقود قاطرة التنمية في مصر، وأنه شريك أساسي ورئيسي في عملية التنمية. ثم بنطلق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان 2021-2022، هو عام المجتمع المدني. وقبل ذلك في 2019 القانون المهم، قانون 149 لسنة 2019، اللي حرر كتير من قيود المجتمع الأهلي والمدني في مصر، وأولى رعاية خاصة لم تكن مذكورة قبل ذلك في قوانين سابقة فيما يتعلق بالتطوع وعمل المتطوعين، وانتهاءا بقانون 171 لسنة 2023 الخاص بقانون التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، واللي نص في المادة الثالثة منه على أنه دور وهدف مهم جدا للتحالف الوطني هو تعميق ثقافة التطوع في مصر، وتعبئة وحشد جهود المجتمع الأهلي والمدني ومتطوعيه، وتحقيق أقصى استفادة ممكنة من الطاقات الكامنة به لخدمة أهداف التنمية وعملية التنمية في مصر. احنا لمسنا ده فترة كورونا كمان، ودور منظمات المجتمع المدني والعمل الأهلي بشكل كبير جدا في هذه الفترة. نعم. على سبيل المثال يعني. نعم. الحاجات والأزمات يعني احتاجت أن يكون هناك تكامل للأدوار. هذه ليس بدعة ابتدعناها، بل العكس، العالم كله لجأ إلى تعظيم الاستفادة من موارد هذا القطاع وتحقيق أقصى استفادة ممكنة منه ومن أدواره، لأنه المجتمع الأهلي والمدني بيتسم بميزة مهمة جدا، أنه مجتمع أو قطاع يتسم بالاستقلالية، وبالتالي عنده مرونة حركة كبيرة ومرونة حركة سريعة جدا فيما يتعلق بالدور الإغاثي كمان ومواجهة التحديات الاجتماعية الناتجة عن الأزمات. خليني أتكلم على ده وأربطه كمان بتقديم المساعدات لإخواننا في غزة. نعم. وكيف قاموا بتقديم المساعدات على مدار الفترة اللي فاتت؟ المجتمع الأهلي والمدني في مصر تحت مظلة التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي قدم ملحمة رائعة جدا في دعم الأشقاء في فلسطين، وقدم دور نتشرف به جميعا. أول قافلة تم إعدادها لأشقائنا في فلسطين كانت من المجتمع الأهلي المصري ومن التحالف الأهلي، بعد 36 ساعة فقط من بداية العدوان أكثر من 500 متطوع من متطوعين التحالف ظلوا مرابطين لمدة أكثر من 18 يوم أمام المعبر تحت شعار مرابطون تحت الإغاثة، حتى يتم التأكد من دخول المساعدات للأشقاء. أكبر حملة للدم تقريبا منذ حرب أكتوبر شهدتها مصر قام بها المجتمع الأهلي والمدني لصالح الأشقاء ودعم الأشقاء في فلسطين. أكثر من عشرات إن لم يكن الآلاف من المتطوعين على مدار الساعة وحتى تاريخه بيقوموا على إعداد وتجهيز قوافل الإغاثة والمساعدات لأشقائنا وأهلينا في فلسطين. وبالتالي بنتكلم على دور جديد للتحالف، إنه التحالف أحد يعني أبرز أزرع الدولة المصرية الناعمة فيما يتعلق بالدور الإغاثي داخليا، وعلى المستوى الخارجي إنه مظلة التحالف الإغاثية تمتد لخارج الحدود لدعم وتقديم الدعم المطلوب للأشقاء في فلسطين. دور فعال ومؤثر ومستمرون في تقديم تلك المساعدات بالتأكيد، ربنا يرفع طبعا عنهم هذا البلاء. طيب خليني أنتقل لحضرتك لنقطة أخرى، وهي أهمية مشاركة الشباب في ده، وإن أنا أغرس حاجة زي دي في الأطفال حتى كمان من هم صغيرين، وأربيهم على فكرة العمل الأهلي والتطوعي، وأكيد ده بنشوفه في بلاد كتير. زي نقدر نعمل ده في مصر؟ التوعية، فكرة إن أنا طول الوقت بتكلم عن أهمية التطوع وأهمية إن أنا يكون لي دور مجتمعي في محيطي من خلال مؤسسات العمل الأهلي المختلفة، وإزاي إنه هذا الدور بيبقى له انعكاسات مهمة وإيجابية على المستوى الجمعي العام
للدولة ونشر ثقافة الخير ونشر ثقافة التطوع، وإنه إزاي ده بيمثل قيمة مضافة لعملية التنمية في الدولة المصرية. إحنا عندنا جهود مهمة جدا في هذا الإطار، التحالف بيقوم بدور مهم جدا في عملية التوعية بأهمية ونشر ثقافة التطوع، منتديات التدريب متعددة جدا بيقوم بها التحالف على سواء على المستوى المركزي أو على مستوى مؤسساته وجمعياته المختلفة. وزارة التضامن أيضا في هذا الإطار بتقوم بدور فاعل، وزارة الشباب والرياضة. النهاية الاستراتيجية التي أعلنت عنها وزارة التضامن أكيد بتشتمل على جزء كبير خاص بالتوعية بأهمية ونشر ثقافة التطوع في مصر. طيب خليني أخد برضو من حضرتك زي رسالة أخيرة عن إيه اللي بينقص مصر؟ احنا اتكلمنا عن ايجابيات كتير، اتكلمنا عن سلبيات كانت على مدار الفتره اللي فاتت، ولكن الحمد لله قدرنا ان احنا نتخطى ده بشكل كبير ونتخطى معظم المعوقات. رساله حضرتك ان احنا نكمل بقى بشكل كبير ونقدر نسبق بلاد اخرى زي ما احنا كنا في البدايه احنا سباقين، ازاي نقدر نرجع لده مره اخرى؟ لازم يكون عندنا ثقه ويكون عندنا قناعه تامه بقدراتنا وامكانياتنا وايمان تام بان احنا قادرين على التحديث وعلى التطور، ولازم يبقى عندنا إيمان تام إنه إحنا جزء أصيل لا يتجزأ من مسيرة الإصلاح والتنمية الحالية اللي بدأت من 2014، وبالتالي كل مواطن له دور في هذه العملية وهو شريك أساسي في هذه العملية، سواء من داخل المؤسسات والمجتمع الأهلي والتنموي أو من خارجها، وبالتالي يجب أن يكون جميعا لدينا إيمان عميق بأهمية دورنا تجاه هذا الوطن. أشكرك شكرا جزيلا دكتور وليد عتلم الكاتب والباحث السياسي على كم هذه المعلومات. شكرا موصول أيضا لحضراتكم، بشكركم على متابعة هذه الحلقة من هذا الصباح. بكرة إن شاء الله فريق عمل جديد وموضوعات مختلفة، وإلى اللقاء.